معانا الكابتن الكبير كابتن محمد مصلحي المدير الفني لرجال الكره الطائره. كابتن محمد اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب كل الاهلاويه بخير ان شاء الله. ربنا يخليك. احنا صحيناك من النوم ولا ايه؟ لا 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 صح، بتفرج على الماتش والله. ايه اخبار الماتش؟ طمنا. 0-0. ما عادش لها طعم بقى ولا ايه؟ والله يا والله يعني الحمد لله على كل حاجه. يعني الحمد لله الحمد لله. طمنا الاول على فريقك، طمني على فتره الاعداد الجديده ان شاء الله، طمني على طموحاتك العام المقبل باذن الله. طيب ان شاء الله احنا هنبتدي ان شاء الله الموسم 15/7. احنا طبعا في 10 لعيبه تقريبا في المنتخب، ثلاثة مصابين اللي هو احمد قط وفي محمد عبد المنعم وفي عبد الحكيم عبده. الثلاثه مستمرين في العلاج الطبي بتاعهم، وانا متابع كويس قوي مع الدكتور هيثم العلاج بتاعه ومتابع يعني كل حاجه بتحصل له. تمام. وفي ان شاء الله ثلاثه اللي هو عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف ومحمد معوض، دول مع شويه ناشئين ان شاء الله هنعمل لهم برنامج يستمر مع الدكتور حسن كابتن تامر ان شاء الله لغايه لما نرجع من المنتخب يستمر معاهم، وان شاء الله نبتدي كده موسم جديد نشارك ان شاء الله في الاربع بطولات ان شاء الله. يعني طموحك يا كابتن محمد الموسم المقبل باذن الله؟ والله اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت بيكبرنا وبيخلينا ان احنا نستعد اكتر واكتر. طموحي ان شاء الله ان احنا نكسب الاربع بطولات، لان دي طموح جمهور النادي الاهلي وجمهور مجلس ادارته وجمهور واللعيبه، كل الناس دي طموحها دلوقتي. احنا كسبنا 3 بطولات، لا عايزين نزودها ان شاء الله ونبقى 4 بطولات سواء دوري وكاس وافريقيا وعرب. ان شاء الله انا مخطط كده وربنا يسهل ان شاء الله وباذن الله نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي، لان احنا طبعا عملنا انتقالات طبعا من انتقال النجم الكبير احمد طبعا لينا ومحمود رؤوف، بخلاف طبعا النجوم اللي معانا السنه اللي فاتت عبد الله وسام، وان شاء الله ربنا يشفي قط محمد عبد المنعم. ان شاء الله نقدر نعمل موسم تاريخ تاني للنادي الاهلي، وده اللي انا اطمح فيه، لان طبعا برضو الموسم هيبقى صعب، لان الاتحاد المصري تقريبا هيسمح باثنين محترفين، فكل نادي طبعا هيقدر يجيب اثنين محترفين، فبيصعب الدوري اكتر واكتر، الدوري والكاس، يعني طبعا في فرق محترمه جدا بتنافسنا سواء كان الجيش او الزمالك او سموحه، فانا اتوقع ان الموسم الجاي هيبقى اقوى واشرس من الموسم. يعني كابتن محمد اسالك سؤال انا ببقى احب اساله لنجم ناجح او نجم بيقود فريق ناجح، خصوصا كمان الفرق الاهلاويه ما شاء الله عليها بتحصد كل البطولات او معظم البطولات، بتجيب الدوافع منين عشان تديها لعيبتك اللي هي ما شاء الله دايما عند حسن ظن الجميع؟ هو الدافع ان انا بلعب، ان انا لعبت في النادي الاهلي، الدافع ان انا مرنت في النادي الاهلي مدرب ومدير فني، ودي كفايه باسم النادي الاهلي، هو الدافع الاكبر ان احنا وجمهوره طبعا ان احنا لازم نكسب اي بطوله احنا بنخش فيها. ده كفايه الدفع ده، الاسم النادي الاهلي لوحده كفايه جدا ان انا ادي دفع للعيبه بتاعتنا لعيبه النادي الاهلي ان احنا نكسب اي بطوله. فاسم النادي الاهلي لوحده ده دافع لوحده. حلو حلو حلو. يعني فعلا دافع كبير جدا، لكن انت عارف بتكلم في ايه؟ بتكلم اللعيبه ساعات بتيجي منك، يعني احنا خدنا دوري وخدنا كاس وخدنا افريقيا وخدنا وخدنا وخدنا، يعني اجيب لهم دوافع تانية منين؟ داخل لهم احنا خلاص نادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي، ساعات بتحس ان انت كده عايز تعمل حاجه ومش قادر مش قادر تجيب دوافع، ولا هو دافع النادي الاهلي لوحده كفايه؟ لا لا، اللي بيلعب في النادي الاهلي لا يجمع من البطولات، هم عارفين كده كويس قوي. حلو. اتربوا على كده خصوصا احمد صلاح وعبد الله، وطبعا في نجوم كبار جدا معوض وعبد محمد لا لا وعبد العال، والناس دي اتربت وحسام، الناس دي اتربت على النادي الاهلي اسمه كفايه قوي ان هو يبقى في دافع ان احنا نكسب على طول ان شاء الله. انا كنت عايز اسمع الكلمتين دول منك. يعني العقبات اللي بتقابلها كابتن محمد ايه؟ ابرزها ايه؟ يعني انا السنه اللي فاتت التعاقب البطولات على بعض دي طبعا مش سهل. يعني كل ان احنا نلعب نهائيات دوري في افريقيا، في نهائيات دوري تاني، في كاس، دي كانت صعبه جدا، عايزه مخطط احمال كويس جدا. طبعا انا معايا الدكتور حسن رائع طبعا، متفاهمين تماما مع بعض. لا يعني هي دي كانت اصعب حاجه، والاصابات اللي بتحصل في النص، اصابات لا قدر الله، احنا عندنا قطب اتصاب صديق السنه اللي فاتت، وعندنا عبد الحليم اتصاب برضه السنه دي، وطموح منعم السنه اللي قبليها صديق، فالاصابات دي هي الحاجه الوحيده اللي بتقلقني وبتعيقني عن تكمله المسار، هي دي صعوبات فعلا، لانها حاجه من عند ربنا قدر يعني. اكيد.
اللهم لا اعتراض يعني. الحمد لله اذا كان السنه اللي فاتت قدرنا نعوض غياب قبه احمد سعيد طبعا النجم الصاعد دوت، لكن يعني انا اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ما يحصلش اصابات تاني، لان كتير يعني على النادي الاهلي احنا دلوقتي عندنا صابتين من صديقي اللي هو قطب محمد عبد المنعم وعيب وعامل لسه بالاهلي ربنا يشفيهم يا رب يا رب احسن من مكان. يعني كابتن شايفنا فين من الكره العالميه او كره الطائره العالميه تحديدا؟ انا بمنتهى الامانه يعني عشان بس اكون صريح، احنا نزلنا جامد جدا نتيجه طبعا عدم اشتراكنا في الدوري العالمي لمده موسمين على بعض ورا بعض كده، فاحنا نزلنا المستوى نزل خالص، حتى احنا انا دلوقتي بعاني جدا ان انا مش لاقي فرقه العبها في الوقت الحالي، يعني الفرقه دلوقتي هتروح البحر المتوسط وهي ما لعبتش ولا ماتش. الاسباب ايه يا كابتن؟ الاسباب من وجهه نظر حضرتك ايه؟ ما انا بقول لحضرتك ان احنا ما لعبناش الدوري العالمي، كنا بنلعب فرق مستوى عالي جدا ببلاش، يعني احنا بنروح بنلعبهم ماتشين في ارضهم وماتشين عندنا، نعمل حوالي 20 ماتش دولي جدا، اللعيبه بتاخد خبرات عاليه جدا. طبعا كان احمد صلاح هو احترف، كان عبد الله احترف، من احترف الناس دي بتنقل خبرات للعيبه الصغيره. فالعمليه دلوقتي قفلت خالص، ما فيش دلوقتي حد محترف طالع بره خالص، الماتشات قليله جدا للغايه. انا يعني الشهاده لله يعني كابتن في المنتخب بيحاول جاهدا ان احنا نلاقي فرق نلعبها، العمليه بقت صعبه جدا فده بيقلل المستوى جدا. تمام يا كابتن. اتمنى يعني من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعلى تاني، وباذن الله برضو وجود يعني انا هقول لك مزيد من الخبره والشباب، يعني برضو شباب 23 سنه لما عملوا انجاز كله وخمس عالم دي مش مشكله، فالمنتخب ان شاء الله هيكون مزيد من الخبره. يا رب يا رب. شايف التغطيه الاعلاميه للكره الطائره للنادي الاهلي شايفها ازاي؟ يعني سؤال على الهواء بمنتهى الامانه شغله في وقت الاحداث تبقى جيده، مش يعني في وقت البطوله الافريقيه، لكن يعني بمنتهى الامانه كان اقدر اقول ممتازه، التغطيه كانت ممتازه، نهايه الدوري كانت ممتازه، لكن من وقت الاخر يعني دلوقتي خلاص تقريبا ما فيش اي اخبار خالص بتتقال، عشان طبعا شيء بديهي ان ما فيش حاجه بتتقال، فالاخبار بتبقى قليله قوي يعني. لكن في وقت الاحداث بتبقى لا بتبقى كويس. بس احنا معاكم في ظهركم على طول يا كابتن محمد. اه طبعا لازم واجبت بصراحه تبقى معانا في ظهرنا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا لما بنيجي نعمل استوديوهات تحليليه هنا للكره الطائره بنيجي نكلم هاني، كان بيجي في الاول دلوقتي بيقول انا عندي مطالب، يعني انا مش عارف بقى اتكلم، مش عارف مش عايز اتكلم على الهواء يعني. لا يعني ابن اولاد النادي الاهلي ولا يمكن تكون طالب خالص. ما فكرتش تعمل مع هاني الدويتو كده ناجح جدا في عالم الكره الطائره؟ انا؟ يعني هو طبعا ليه، هو بصراحه مدير جهاز نادي وادي دجله دلوقتي يعني ناجح جدا هناك، وعامل يعني مش عايز اقول لك عامل يمكن 4 ما شاء الله هناك. ما شاء الله قاعده عريضه جدا هناك، حاجه جميله. هو ناجح جدا بسم الله ما شاء الله، عامل نتائج كويسه جدا سواء في الاولاد والبنات. كنت اتمنى طبعا انه يشتغل، لكن هو مبسوط هناك. انتوا حاجه تشرف يا كابتن محمد، سواء حضرتك او هاني، يعني حاجه تشرف بجد، وكل النجاح ان شاء الله ليك في الفتره المقبله، وكل النجاحات تحققها مع النادي الاهلي وتوصل للي انت عايزه باذن الله. ربنا يخليك. شكرا جدا كابتن محمد صلحي مدير الفني لفريق الكره الطائره لجاد بالنادي الاهلي، حاجه جميلة.